بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، بالنسبة للبارحة حدث سوء فهم، كان سبق اللسان بيوم الخميس، سبق اللسان فقلت المحاضرة يوم الأربعاء، والصواب بالثلاثاء، يعني تولي عندنا الخميس والثلاثاء والأحد. الأحد والثلاثاء نظري، والخميس تطبيقي، غدوة تطبيقي. اللي حضروا سورة النور نسمع منهم سورة النور ونصوبهم، واللي حضروا الأربعة أحزاب تاعهم نسمع منهم هذيك الأربعة أحزاب، هكذا؟ طيب، نبدأ على بركة الله. عقد المؤلف فصلا جديدا بعد ذكره للمراء في الدين ونهيه عنه وذمه والتحذير منه، عقد فصلا جديدا. فقال المؤلف فصل، يقول الإمام النووي رحمه الله فصل: وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ هذا أدب عند تفسير القرآن وعند ذكر مناسبة الآيات ومناسبة السور، فتقول: ما الحكمة في هذا؟ أي لا شك أن في هذا التقديم وفي هذا الترتيب وفي هذا التقديم والتأخير وفي هذا الانتكاس، الانتكاس يعني أن تأتي بصورة وتذكرها قبل الصورة التي هي في الأصل بعدها أو قبلها، هذا يسمى الانتكاس. وذكر المؤلف هنا في البداية وشرحناه، أن تقرأ بصورة متأخرة على الصورة المتقدمة، كأن تقرأ في الركعة الأولى بصورة الناس وفي الركعة الثانية بصورة الفلق، وفصلنا في هذا وقلنا أنه جائز والأولى خلافه، هو جائز والأولى خلافه. والنكس أو الانتكاس المحرم هو ما كان في الصورة نفسها، كأن تقرأ في الركعة الأولى بالله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، ثم في الركعة الثانية تقرأ بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا فيه نوع سوء أدب مع القرآن الكريم يجتنب، أما الصور فيجوز والأولى خلافه. نعم، نعم، تقرأ نفس الآية في الركعات كلها أو نفس الصورة في الركعات كلها يجوز هذا ولا حرج، لا دليل يمنع، بل ورد في الأثر ما يدل على ذلك، فمن الصحابة من كان يقوم الليلة كله بآية واحدة أو بصورة واحدة. نعم، تقرأ السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، واضح؟ هذه السنة، هذا كله نجده في الفقه في باب الصلاة، واضح؟ نعم. قال المؤلف بعد ذلك فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو شيء نسي. طيب، هذا مصداقه الآية: وما أنسانيه إلا الشيطان. فالأصل في الإنسان إذا أراد أن يقول هذا الكلام لا ينسبه إلى نفسه في الأصل، إنما يقول نسيت، لأن الأصل في النسيان أنه من الشيطان، وورد جواز نسبة النسيان إلى النفس، فقد حسن العلماء أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي فيه: إن نسيت فمني ومن الشيطان، فمني ومن الشيطان. لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، أولا سبق معنا في هذا الكتاب مسألة وهي حكم نسيان القرآن، وذهب أظن المؤلف وكثير من العلماء إلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، واستدلوا بذلك بأثر لكنه لا يصح،
فالذي ينسى القرآن يكره له ذلك، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وهو صحيح: تعهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. تعهدوا أي راجعوا في كل مرة هذا القرآن، اختموه في كل مرة. لماذا؟ لأنك إذا غفلت عنه فإنه ينفلت منك بسرعة تفوق انفلات الإبل إذا لم تربطها. وهنا إذا نسيت آية قل أنسيتها. قال وفي رواية في الصحيحين أيضا قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية آية كيت وكيت، بل هو نسي أي من الشيطان. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. هذا فيه دليل على أنك تقول نسيت أو أسقطت، هذه السنة، هذه هي السنة. وهذا الحديث رحمه الله فيه فوائد، من بينها أن تدعو لمن يذكرك بالخير. إذا ذكرك إنسان بالخير، بالعلم أو بالصلاة أو بالصدقة أو بالصيام، فالسنة أن تدعو له فتقول رحمه الله أو يرحمه الله، هذا من السنة، وفيه ما فيه من التواضع. قال لقد ذكرني آية كنت أسقطتها، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ينسى البشر، ولكن هذا النسيان ليس فيه إنقاص للدين، هذا النسيان ليس فيما يبلغه عن ربه، إنما هذا النسيان من بشريته التي هو ليس معصوما فيها، إنما هو معصوم صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما يبلغه عن ربه. فلينتبه إلى هذا، رسول الله معصوم، نسمع كثيرا هذا الكلمة. وفي رواية في الصحيح كنت أنسيتها. نقف عند هذا القدر حتى نراجع هذا الفصل المرة المقبلة من أجل إخوانكم الغائبين حتى لا نفوتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.